السلام عليكم متتبعات قناه وصفة الزهره الورديه، كي دايرين؟ غاليت على قلبي، كلشي هو هذاك، كلشي مزيان. الله يسهل عليكم ويسهلكم اموركم يا ربي. واللي عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها لها، كانت زواج كانت اي حاجه. وعيتي راه شنقول لكم، اللي عندها شي بركاب يمحنا فهاد الدنيا الله يمحنو، حيت الرجال الله يديهم راه ما فيهمش الامان، واخا تقطع لهم كبدتك ما يقدرش فيهم. المهم معليناش، الناس اللي كتبغي تواصل معايا نخدم لهم شي خدمه ولا اي حاجه ولا شي سؤال ولا شي وصفه، مرحبا بكم في الفيسبوك ديالي، نخلي لكم في صندوق الوصف ولا في اول التعليق. وهذا الشيء اللي كاين، الله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم. وكيف اي فيديو غنقول لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه، الله يسهل عليكم دوك الناس اللي كيقولوا لكم في التعاليق تواصلت مع واحد الشيخ ولا تواصلت مع واحد الشيخه وخدمات ليا واحد الخدمه مزيان وكتحط الرقم ديالها، عرفوا راه غير نصابه، انا راه ما مسؤولاش عليها، انا نقولها ونعاودها، انا ما مسؤولاش على داك الشيء، نقولها لكم انا الصراحه. شحال من واحد كيقول لك لا نصبتي على شي حاجه اخويا ولا اختي، انا ما نصب على حتى واحد، لعبوا العار لا نصبت عليك في الفيسبوك ديالي ولا شي حاجه. لذلك حذاري ثم حذاري من دوك الارقام، واحد الكاريط قراءه الكارطه الوهرانيه واحد الشيخ السوسي المغربي وداك الشيء كيدخلوا عندي القناه وكيكتبوا لكم التعليق، راه كيضحكوا عليكم، انا غير قلت لكم وصافي. المهم الدريات، اللي جبت لكم واحد الوصفه واعره بزاف مطرطقه، يعني وسهله وبسيطه، ما فيها مكونات لا حتى حاجه، يعني مكوناتها يعني ساهلين وبساط، يعني بشعر الباط، هذا الشعر الباط يعني راه واعر بزاف، يعني تخلي حبيبك تحت الصباط اللي قلتيها ليه يقول واخا. يعني اصلا يعني كيف ما كتعرفوا باللي الشعر عنده يعني فوائد بزاف، يعني في الجلب، الا ذكرنا الشعر كنذكروا الجلب، يعني الاثار ديال الشخص والشعر ديالو عنده واحد الدور كبير بزاف. لذلك البنات راه الوصفه ديال اليوم ساهله وبسيطه وما فيهاش، ومفعولها خطير، مفعولها خطير بزاف. اول حاجه البنات كتفيقوا، اول واحد الحاجه الوصفه كدعي على طهاره، ضروري البنات على طهاره. كنتعجب انا البنات كيجيو عند الفيسبوك كيصيفطوا لي بالصوت، مع انا ما كنقدش، ماشي ما كنجاوبش، انما ما كنقدش نجاوب على كامل الناس، الله يحسن العوان، راه ماشي ميساج، ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، يعني راه مئات ديال الرسائل. يعني ملي كيبغي شي حد شي خدمه يصيفط لي، ولكن ملي كتسولوا شي اسئله بحال ديك الوصفه اش غندير فيها، وانا ذاكره كلشي في الفيديو حيب وعار، يعني داك الوقت اللي كنضيع على باش نجاوبك انت راه بامكاني نجاوب شي حد اخر اللي يعني يستاهل انني نجاوب. هاد الوصفه كدعي على طهاره وكدير جميع الايام باستثناء يوم الاربعاء، تجنبوا البنات يوم الاربعاء، حيت الوصف اغلبيه الوصفات يوم الاربعاء كيجيو بالعكس، يعني انت كتجي كدير المحبه كتصدق جايك هي بالكره، فهمتوني مزيان. وحاجه مهمه البنات، الوصفه كتبغي النيه وكتبغي انك ما تقولي حتى واحد، وحتى ولو نجحات معاك، حتى ولو نجحات معاك يعني ما بقاش تقولها للناس. داكشي علاش كنتعجب انا في التعاليق، نقول لك وحده ايوا انا كنت معوله على الطلاق والحمد لله رجع ليا راجلي بفضل هالشيخ وداكشي. نقول لكم يا واحد الدريه تسمعوني، راه بنان ملي تقبض لي الخدمه راه ما غاديش يجي يشاركها معاك، باش نكونوا متفاهمين. لذلك ما تردوا البال، وهاد الوصفه كدعي على طهاره، ولا بجوج الوصفات ينجحوا ليكم مليون في المية. حاولوا البنات ديرهم في البدايات ديال الشهر العربي، والنيه النيه شتي النيه راه خطيره في الوصفات واعره بزاف. المهم سمحوا لي طولت عاوتاني عليكم، ودي راه غير ما تدوش عليا وصافي. بالنسبه للوصفه البنات سهله وبسيطه، كتحتاجي فيها البنات الشعر تاع الباط ديالك اليمين، الباط يعني شعر الابطين، يعني الباط اليمين كتحيدي منه الشعر بالشفره ولا يعني كتقطعي شويه بالمقص ولا اي حاجه. المهم كتحتاجي شويه من الشعر ديال الابط اليمين ديالك، والقليل من الجاوي، الجاوي البيض البنات، الجاوي صافي، شويه الجاوي. والجاوي البنات خدوا عند عطار اللي كاين في القبله، العطار اللي يكون في القبله راه معروفين، يعني راه تشوفي القبله ديال الصلاه غتمشي عند شي عطار كاين في القبله، يعني كيكون عنده الرواج، واصلا يعني العطار اللي كيكون على القبله ملي كتشري عنده منتوجات يعني اللي تخدمها من الوصفات كتكون في واحد الطاقه روحانيه وايجابيه بزاف، كتخلي الوصفات ينجحوا مليون في المية. وملي تمشيو البيت عند العطار ما تسولوش شحال ديال الجاوي البيض ولا هذا وهذا ولا ذا، كل ما تعطيني واحد 100 غرام ديال ولا 50 غرام ديال الجاوي البيض وخرجي، عطيه الفلوس وما تحسبيش الصرف، باش نكونوا متفقين.
ماشي تقولي هي واش حال كيدير نقص ليا الا ويكون مول العطار على القبله وكتحتاج الصوره ديال الحبيب ديالك. كنتعجب انا البنات كيقولوا لي ما عنديش تصويرته. وحبيباتي راه الفيسبوك والواتساب راه مطلبه تصاور غتمشي عند ديري السكرين لواحد التصويره وتمشي عند المصور يخرجها لك. فين كاين المشكل؟ والبنات اللي ما عندهمش التصويره جبت لكم الحل. كتحتاجوا ورقه بيضاء ولكن ما تكونش شي مسطره. انا عندي غير هاد المسطره ما تكونش نتوما ديالكم مسطره. كتكتبي فيها سميتك سميت حبيبك وسميت امو فلان ولد فلانه. من بعد البنات المهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شي تصويره كيحتاجوا ورقه بيضاء كتكتبي فيها سميت حبيبك وسميت امو. يعني عندنا دابا هنا ثلاثه المكونات: شعر الابطين اللي هو الابط اليمين والتصويره والفاس والجاوي. من بعد البنات كتهز البنات سميتو واحد المجمر واحد المجمر البنات يكون سخون مزيان. شي مجمر يكون سخون مزيان يعني دايره فيه نيت الفيخرات يكونوا شاريه مزيان 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 مزيان. كتلوحي فيها البنات في داك المجمر كتلوحي داك الزغب ديال الابط ديالك وكتلوحي داك الفاسوخ وديك التصويره البنات. هذا مثلا هو الوجه كديري بحال هكا. دابا مثلا هذا هو المجمر ياك هذا هو المجمر والوجه ديال حبيبك في التصويره هو هذا. كديري ليها بحال هكا وكتخلي البنات هذاك الشيء يشعل وانت كتبخري بيه وانت فوق داك البخار كتقولي سبعة المرات سمعوني الله يرضى عليكم. كيف ما قلت لكم كتحطوا كديروا شي مجمر يكون سخون. الناس اللي ما بغيش المجمر جبت لكم الحل. هاد الوصفه البنات راه ماشي انا هي المخترعه ديالها باش تقولي لا شفرتها من هادي ولا شفرتها من هادي. هاد الشيء كاين في الدورات ديالنا وراه الوصفات اللي كنعطيكم ماشي شي وصفات ابتكرتهم راه داك الشيء متوارث. يعني ملي كتشوفوا وصفه في هاد القناه وصفه في هاد القناه ما تقولوش هذيك راه شفرتيها مني انا ولا انا شفرتها منها. لا داك الشيء راه ماشي اجتهاد داك الشيء راه غير متوارث من الاجداد للاحفاد وداك التخربيق. المهم كيف ما قلت لكم المجمر يكون سخون كتلوحي فيه الجاوي كتلوحي فيه الشعر ديال الابط ديالك اليمين والتصويره كتوالي الراس ديالو كتوالي التوالي لداك المجمر وكتقولي سبع المرات درت لك الشعر باقي فحضرتي انا فلانه بنت فلانه ما ترد ما تشاطي ما تباطي تبقى تحت طوعي وشوري كي صباطي الواطي. هذا الشيء البنات كتقولوه سبع المرات. كيف ما قلت لكم اللي ما عندهاش شي التصويره دير غير ورقه بيضاء ما تكون ما مخططاش يعني ما يكونوش فيها خطوط وتكتب اسم حبيبها واسم امه. كيف ما قلت لكم كتقولي سبع المرات وانت البوخة كيطلع معاك. دات لك شعر باطي فحضرتي انا فلانه بنت فلانه ما ترد ما تشاطي ما تباطي تبقى تحت طوعي وشوري كي صباطي الواطي. البنات اللي ما عندهمش يعني اللي خايفين طن عندهم عامره ما بقوش يديروا المجمر اللي يعطي الريحه حتى الجاوي كيعطي ريحه جبت لكم حتى نتوما الحل. كتهزوا البنات كاسرونه تخلوها يكون فيها الماء تبربر تبربر حتى تولي يخرج منها البخار. كتلوحي فيها داك الجاوي وداك الزغب ديال ولا الشعر تاع الابطين ديالك الابط اليمين وكتحطي التصويره هنا الراس كتحطيه بحال هكا. واذا كانت غير ورقه بيضاء فلانه بنت فلانه كديري لها بحال هكا فلان ولد فلان كديري بحال هكا وكتخلي داك البخار يطلع معاك وكتقولي سبع المرات نفس الكلام. درت ليك شعر باطي يعني الشعر ديال الباطي ديالي فحضرتي انا فلانه بنت فلانه سميتك وسميت امك ما ترد ما تشاطي ما تباطي تبقى تحت طوعي وشوري كي صباطي الواطي. يعني وصفه البنات سهله وبسيطه. داك البخار عنده واحد الفعاليه كبيره بزاف. المهم الناس اللي داروا الماء يعني في الكاسرونه ما بغاش يديروا المجمر كتخلي البخار يطلع معاك. من بعد البنات كتهز داك الماء كتكبيه على شي غرس كتكبيه في شي غرس ما تكبيش في المجاري المائيه. وبالنسبه للبنات اللي دايرين فيخرات راه ما كيوقع والو صافي كتخلي داك المجمر صافي. هادشي اللي كاين والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم. كنحاول نجيب لكم هاد الفتره يعني وصفات يكونوا ساهلين وبساط اللي قد عليهم كلشي والله يسهل عليكم البنات. واللي عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها ليها والله يفرج عليكم كرب الدنيا والاخره. والله العظيم لكم عزازات عليا وكنشكركم على الدعم ديالكم. والا بتوصلوا بكل جديد فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. واللي مزال ما تزوجت الله يستر ليها. والبنات كيف ما كنقول لكم دائما بالي وبريوسكم بالي وبريوسكم محدكم صغارات اللي عندها شي سحر تفكوا اللي عندها شي عقده تحلها. راه البنات راه الحياه راه كتجري والله العظيم. اليوم كتكون عندك 20 عام تتسد يعني كتحلي وكتلقاي عندك 40 عام ما تزوجتي ما درتي ولادك ما والو. هذا الشيء راه كنقولو غير حيت عزيزات عليا وراه ما كاين اللي يعطيكم هذه النصائح اللي كنعطيكم.
هادشي اللي كاين، والله يسهل عليكم ويستر لكم اموركم يا ربي.